الأخ محمد من السودان، أهلا وسهلا فيك يا أخ محمد. أهلا بك، سلام المسيح معكم. سلام المسيح معك، أهلا وسهلا. أشكرك أخ نزار، أشكر الأخت رشا نور على هذا البرنامج الرائع الجميل، وكل البرامج اللي هي بتخدم مجد ربنا، واللي هي بتطلع الناس اللي ربنا بيستخدمكم من أجل الآخرين. إذا كان قناة الحياة أو قناة الكارما، الرب يبارككم. ناس كتير عرفت شكرا. شخص الرب يسوع المسيح من خلالكم، فأشكركم كتير، والرب يبارككم ويبارك خدمتكم ويبارك حياتكم. عشان ما أختصر الموضوع وأختصر الزمن معاكم، أول شيء أشكر إلهي ومخلصي يسوع المسيح الذي فداني ودفع عني وعتقني وحررني من عبودية إبليس. هللويا. إلهي إلهي عظيم، إلهي جميل، إلهي كلي القدرة كلي الكمال، إلهي اللي اتجسد ومن أجلي واللي خلصني واللي كان سبب خلاص إرهابيين مجرمين جاء من أجل الخطاة وليس الأبرار. أنا إنسان كنت يعني ما اقدرش اوصف لكم، ارهابي مجرم، كنت شاول. اشكر ربنا اللي هو حولني من شاول لبولس. الهي يهدي الضالين، الاله الاخر لا يهدي قوم الظالمين، لا يهدي قوم الكاذبين، يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء. الضلال الذي هو صفه ابليس، المكر الذي هو مكر صفه ابليس، الهي غير كده خالص. إلهي بيخبط على الباب الضال، بيخبط على باب الخطاة، إلهي بينشل الإرهابيين المجرمين من الظلمة إلى النور. طبعا عملية الفداء في الإسلام، في العمليات الإرهابية بيقولوا عليها عمليات فدائية. طبعا بيفجر نفسه وبيعمل عملية فدائية من أجل إلهه هو، إنما شخص الرب يسوع المسيح بفدانا، فدى البشرية كلها من أجلنا، من أجل الإنسان. الإلهي عظيم، إلهي كلية قدرة، عشان هو كلية قدرة وإله عظيم، عشان كده فداني، تواضع من أجلي. أشكركم كتير وأشكر البرنامج بتاعكم وكل البرامج وكل القنوات الفضائية، والرب يبارككم ويبارك حياتكم ويبارك خدمتكم، ودايما تبقوا نور للعالم وملح الأرض، ورب يستخدمكم لمجد اسمه. شكرا كتير كتير كتير. ربنا يباركك يا أخ محمد، فعلا ربنا أثلجت صدرنا. واو، إرهابي كان. عايزة أقول نقطة على الكلام، التعليق بسيط على الأخ محمد. الأخ محمد قال حتة مهمة جدا، قال إن المسلمين بيبعتوا واحد إرهابي يفجر نفسه ويقولوا عليه فدائي، بيقتل أبرياء. الفدائي بيموت، لكن المسيح اللي فداني أحيا الناس، ما موتهمش. الناس كانوا ميتين وادالهم حياة، لكن الفدائي اللي بيتكلم عليه أو اللي احنا جايين كنا من الخلفية كان بيقتل الأبرياء، مش بيدلهم حياة أبدية، مش حياة أصلا يعيشوا على الأرض بس، ده حياة ممتدة إلى الأبد معاه في سلام وراحة واطمئنان. طبعا فرق شاسع وشتان بين الاثنين.